وهلا هلا بالمحشي، وصفة من وصفاتي مع قصر الأواني. راح نسويه بقدرنا الساحر 12 دقيقة بس يا بنات ويكون مخلص. يلا نبدأ. طبعا بالنسبة للخضار أي نوع أنتم تحبون وتفضلون ممكن أنكم تستخدمونها بالمحشي، أنا راح أستخدم اللي أنتم شايفينه، ما راح أحفرها قدامكم بالطريقة المعتادة العادية جدا عشان ما أطول بسنابات. تعالوا أنا وياكم على بال ما تتغسل الخضار وتنحفر نسوي العصاج حقه. بختار خيار الدجاج، أعطاني 12 دقيقة. يلا نبدأ. حطيت هنا بالقدر مثل ما انتم شايفين زيت زيتون، مكعبات البصل، وقطعة ثوم، ليمون أسود، ودارسين. طبعا بتركها لحد ما تبدأ تنحمس ونكمل. انحمس عندي البصل والثوم، بدأت تطلع ريحته. هيك أقول لكم إن في قطعة زنجبيل بتعطي نكهة جدا لذيذة. راح أضيف الآن معجون الطماطم أو الصلصة، وراح أحرك لحد ما يطلع الزيت عندي، وبعدها نكمل. راح أضيف مجموعة من البهارات، عندي هنا بهارات مشكلة، بودرة البصل وكركم، وعندي هنا شوية ملح وفلفل أسود وبابريكا، وراح أثمر بعد بالتحية. الإضافة اللذيذة عندي هنا شريحة صغيرة مثل ما أنتم شايفين القمر الدين، هي اللي تكسر لي الحموضة وبتعطي نطاعة. راح أضيف عصير طماطم، وبكذا تكون الحمسة حقتنا أو العصاج حقنا خلص. خليه على جنب ونروح نحشي. نترك القدر حقنا على جنب بحيث ان العصاج حقنا يتسبك، ونجي هنا راح نصلح الحشوة. كثير من الناس يحطون بحشوة المحاشي رز، انا ما راح احط، وجربوها معي وشوفوا تبارك الرحمن الطعم اللي بيصير. عندي هنا دجاج مفروم بالخيار، تبون دجاج او تبون لحم مفروم. الحشوة راح اضيف لها هنا عندي كزبرة مفرومة وبصلة كبيرة مبشورة وقطعة ثوم مفرزنة. عادة دائما أنا أفرزن الثوم، هو الثوم الفريش، بس أطحنه مرة واحدة وأفرزنه أسهل لي. بالنسبة للبهارات عندي هنا بهارات مشكلة، شوية كركم، شوية بودرة بصل وبابريكا، وعندي هنا الفلفل الحار المجروش اللي هو سرار حايل، طبعا هو على حسب الرغبة، والإضافة اللذيذة دبس الرمان. وخلاص بكذا تكون حشوتنا جاهزة. اللي يحبون الشبت يضيفون، أنا لأني ما أحب أبدا، أكيد أنكم لاحظتوني ما أحطه بالطبخ أبدا. راح أحرك كل المكونات ونبدأ نحشي. خلصنا من الحشي ونجي للخطوة اللي بعدها، هذه العصاج أو الكشنة حقتي تبارك الرحمن والريحة. نجي نحط هذا، بتقولوا لي وشو هذا؟ بقول لكم عفوا كل اللي طلعته، اللب اللي طلعته من الخضار، لا ترمونه أبدا ولا تتخلصون منه، خلوه بهالشكل. وبعده عندي هنا أعواد الكزبرة، مجرد أني غسلتها ونشفتها. بعدها على طول عندي هنا الخضار المحشية، تبون تسدحونها تبون تخلونها كذا واقفة براحتكم. ومثل ما قلنا احشوا كل أنواع الخضار اللي أنتم تبون اللي تحبونها احشوها. الجزر أنا ما حشيته، بس مجرد أني بحط كذا للطعم والنكهة. راح نصب الموية المغلية وتبي تكون بس خلاص، مجرد انكم تشوفونها كذا خلاص تكفي، لانها بقدر الضغط ما تحتاج مويه كثير. طيب شو بيكون على الوجه؟ بالنسبه لي انا راح ارش نعناع مجفف، انا بالبيت جففته نشفته وطحنته، وبعدها فوقها الفلفل الحار بهالشكل وخلاص. نيره ما نعرف نقفل القدر، والله يا بنات اسهل منها ما في، شفتوا هالمسمار هالطريقه؟ خلاص اسهل من كذا ما فيش. طبعا علشان هي بيبدا يطبخ من اول وجديد صفرنا، نختار خيار الدجاج 12 دقيقة بالضبط. أحلى جرس بالعالم، راح نطلع الهواء من هنا. ونرجع لكم. بس الشيء اللي يسألوني عن طريقة الفتح ما يبي لها أي شيء، كل سهولة، مجرد أنك طلعتي الهواء من هنا، وأصلا لو كان ما زال كابس هواء مستحيل أنه يفتح معك.
وبهالطريقة نقول بسم الله أنا وياكم نشوف أخبار المحشي. تبارك الرحمن. إلت في خاصية تسمعون لا تشمون الريحة. تشوفون الترافة. بارك الرحمن. جنن. خلنا نقطع لكم واحدة من جوا. شوفوا تجنن يا بنات. الريحة شيء.